متواصلين مشاهدينا الاعزاء والحفل الكريم في انطلاقات هذا المساء الشوط الحادي عشر. الشوط الحادي عشر مشاهدينا الاعزاء يستعد للانطلاق، وجائزة هذا الشوط عبارة عن جائزة عينية قيمة رصدت للفائزة بالمركز الأول هذا الشوط، خاص بفئة الحقائق البكار. وجائزة هذا الشوط سيارة نيسان بترول بيك أب رصدت للفائز بناموس الشوط. أيها الأعزاء، انطلق هذا الشوط على بركة الله، وانطلقت فيه الأسماء الحاضرة التي أتت وتعنت من كل ميادين دول مجلس التعاون الخليجي، فمرحبا بالجميع. ونيابة عن اللجنة المنظمة لسباقات الهجن، نرحب بالسادة المشاركين هنا على أرضية ميدان التحدي، وبالسادة المشاهدين من أتوا لمشاهدة والاستمتاع بأشواط هذا المهرجان. مقدمة الشوط ومن تحتل المركز الأول على الصدارة مباشرة الجافل لصالح بن علي بن سعيد الزرعي، تحتل المركز الأول الجافل وتتقدم هذه الأسماء المشاركة في هذا الشوط. ننتقل إلى المركز الثاني، ومن تحتل المركز الثاني مباشرة هنا ظنون لعبد الهادي بن سهيل بن حفار المري على المركز الثاني الدور دور المركز الثالث. وهنا الطيرة عبد الهادي بن حميدي بن سالم آل فيده المري، بينما المركز الرابع تتواجد فيه صوغة لركان بن محسن بن فلاحة زايد الهاجري. ننتقل من صوغة إلى المركز الخامس، ومن تحتل المركز الخامس وتتواجد فيه متعبة لعلي بن محمد بن صالح الرزق. هذه نتيجتنا أيها الأعزاء، أيها الحفل الكريم، للمراكز المتقدمة الأولى في هذا النقل الحي وهذا النقل المباشر عبر قناة الريان الفضائية. وأرحب بالسادة المستمعين الأعزاء عبر أثير الراديو في كل مكان. نعود إلى مجريات وأحداث هذا الشوط. يا سلام، ظنون على المركز الأول، ظنون مع شعار بن حفار تسيطر على سويك السيارة وعلى الموقع المستهدف والموقع الاستراتيجي. يا سلام، هذه ظنون، هذه ظنون عبد الهادي بن سهيل بن عبد الهادي بن حفار يقدم لنا ظنون في هذا الشوط، بينما المركز الثاني تصل وتتقدم الجافل صالح بن سعيد. صالح بن علي بن سعيد الزرعي يقدم الجافل الدور دور المركز الثالث اللي تقدمت وخذت المركز الثاني. يا سلام، صوغة ركان بن محسن بن فلاح آل زايد الهاجري على المركز الثاني المركز الرابع اللي تتقدم. يا سلام يا سلام، اشوف هناك اسم يتقدم، العزوب لمبارك بن برغش بن طبازه العامري انتقلت الى المركز الرابع. المركز الخامس تتواجد فيه الطيره، تعود ملكيتها لعبد الهادي بن حميدي بن سالم آل فيده المري. هذه نتيجتنا ايها الاعزاء، ونقترب من ال 1500 متر الاخيره. وظنون ما خابت فيها الظنون يا بن حفار، ظنون بن حفار فيها حميده وهي اختطاف ناموس الشوط وسياره الشوط. يلا يا ظنون، يلا يا ظنون، ما تخيب معها الظنون، ظنون في هذا الشوط. يا سلام، من استمرت على هذا المنوال وعلى هذا الاداء. المركز الثاني ومن اخذت تتقدم، صوغه ركان بن محسن بن فلاح الهاجري على المركز الثالث او على المركز الثاني، تقدمت في هذه اللحظات المركز الثالث. وصلت هنا العزوب مبارك بن برغش بن طبازه العامري، وعلى المركز الخامس مزنه لمبارك بن خليفه بن خريده السبوسي، وعلى المركز الخامس اللي تتدخل في هذه اللحظات ايها الاعزاء خيره عبد الله بن خالد بن حميد بن حارب المهيري. هذه نتيجتنا، وظنون ما زالت على المركز الاول. ظنون ظنون، يا هل ترى، هل تواصل ظنون على هذا المنوال ام يكون للمشاركين 66 مشارك راي اخر؟ وهذا دليل على الاقبال الجماهيري وعلى حسن التنظيم لهذا المهرجان. نشاهد هذه الاعداد، ولكن خيره خيره تختار المركز الاول، والخيره فيما اختارها الله يراعيها. تعويض، وصل التعويض في اول نداء لها، عبد الله بن راشد بن مفتاح الشامسي على المركز الثاني. المركز الثالث، يا سلام
شواهين عبد المحسن بن راشد بن نديره المري، يقدم شواهين على المركز الثالث، المركز الرابع وصول ايضا وتدخل من قبل وجدان خليفه بن بطيب محمد الغفلي، يقدم وجدان المركز الخامس ايضا، تصل وتتقدم فيه في اول نداء ثمينه فهد بن راشد بن سعيد ال بريس، ولكن خيره 700 متر يا خيره، 700 متر يا خيره، يا سلوك خيره 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 خيره، ما زالت على المركز الاول، وجدان والعزوب ووصل ثلاث لحظات اماني من سليمان بن سعيد بن سالم الوهيبي، وصل ابناء السلطنه مع اماني، وامانيهم الفوز وطموحهم الفوز، ولكن على مقدمه الشوط يا سلام شعار الغفلي يوم ما زال على مقدمه الشوط، وجدان واماني، ولكن وجدان سينتقل السلام في هذا الشوط الى فلي المعلى في دولة الامارات العربية المتحدة، والى محنن العزيز المهندس حمد بن بطل الغفلي، يا سلام شقيق المحلل والمهندس، يا سلام، وهو نفسه هو مالك خليفة بن بطل بن محمد شقيق حمد اخوه وشقيقه، تهانينا يا مهندس وتهانينا لخليفة بن بطل بن محمد الغفلي على هذه المواصيل، تختطف سيارة الشوط، وسلام يا وجدان سلام، لحظات الوصول تهانينا، والناموس المركز الثاني مرام علي بن سعيد بن مصبح بن مطر النعيم المركز الثالث. المركز الثالث خيره لعبد الله بن خالد بن حميد بن حارب المهيري راعي دريبح، المركز الرابع. المركز الرابع اماني سليمان بن سعيد بن سالم الوهيبي، المركز الخامس. المركز الخامس منصوره لحمد بن مطر بن عمير الشمسي، هذه نتيجتنا ايها الاعزاء، ووجدان طارت بسياره النيسان في هذا الشوط واستحقت التهاني والناموس، تهانينا لخليفه بن بطي بن محمد الغفلي، 6 دقائق ثانيه 61 جزء من الثانيه، وتهانينا لزميلنا العزيز المهندس حمد بن بطي الغفلي على هذا الفوز المستحق في المركز الثاني. المركز الثاني مرام 6 دقائق ثانيتين 77 جزء من الثانية، تهانينا والناموس لمالك مرام علي بن سعيد بن مصبح بن مطر النعيمي، المركز الثالث. المركز الثالث خيرة عبد الله بن خالد بن حميد بن حارب المهيري 6 دقائق 3 ثواني 12 جزء من الثانية، تهانينا والناموس لعبد الله بن خالد المهيري.